علقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت أيت لك وقالت أيت لك وقالت هيت لك قال معاذ الله قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن
وهم لا يشعرون. قال يا بشرى
وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك،
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت أيت لك وقالت أيت لك وقالت هئت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت أيت لك وقالت هيت لك وقالت هئت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون